بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعداء مصر والسعودية والأمة العربية جميعا يتخبطون، ثم إن شاء الله سيتساقطون واحدا تلو الآخر. أعداء مصر والأمة العربية كما تعلمون، وبالتحديد أعداء تحالف الرباعي الشريف، تعلمونهم: الأتراك، المجوس، إخوان الشياطين، ودويلة قطر الخائنة العميلة، وأيضا أضف إليهم إسرائيل وإثيوبيا وكل من في هذا الركب المشؤوم الذي يكيد للأمة العربية جمعا. أول حاجة، في ثورة بوادر الثورة إن شاء الله في إثيوبيا لإسقاط أم أحمد أو الاعتراض على أم أحمد، ربما تكبر ويعني تسقط هذا النظام الفاشي الفاشل الذي يكن العداء للناس، مجرد أنه تابع للكيان الصهيوني، مجرد أنه تابع لأطماع تركيا. المظاهرات هناك على قدم وساق بسبب مغني قتل، وهذا المغني قتل بعد أيام من معارضته لسياسات أم أحمد، فهذا ربما إن شاء الله يعني يزلزل كرسي هذا المعتوه أم أحمد. أيضا في تركيا بسبب يعني أولاد أبناء أردوغان يعني خلفوا طفل، فالتغريدات كانت غير ملائمة وما عجبتش أردوغان، فأردوغان طلع عايز يشرع قانون إنه يحاسب الناس اللي على تويتر أو اللي على اليوتيوب وكده، وطلع صرح بكده عايز يعني يشرع قوانين جديدة يحاسبه. فطبعا كانت فضيحته برضه لما طلع بث مباشر والتعليقات الكبيرة جدا جدا والشديدة جدا والهجوم عليه وعلى سياساته، اضطره إلى أن هو يلغي التعليقات أو يشيل التعليقات اللي على البث. وطبعا كان غير متوقع طبعا يعني، أو مش غير، هو غير متوقع بالنسبة له، هو طبعا حاطط في دماغه أن هو السلطان العثماني الجديد وأطماعه الموهومة والأحلام. الإنسان دايما أبدا لما يعني يستيقظ من أحلامه يفيق، لكن هذا يحلم يعني أحلام يقظة، ياريت أن الإنسان يحلم هنين. أيضا هناك هجوم ضاري جدا 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 على الحوثيين، جعلهم يدخلون الجحور في المملكة العربية السعودية عزها الله سبحانه وتعالى. فتجد أن إيران مع السعودية في اليمن، تجد تركيا مع مصر في ليبيا، تجد إثيوبيا مع مصر في سد النهضة. سبحان الله، يعني وكأن الكلاب قد تكالبت علينا وتنبح علينا وتريد أن تنهش في أجسادنا، لكن هيهات، نحن على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. في أيضا أخبار أن محاولة هجوم على سرت من ناحية الميليشيات التابعة للسراج في ليبيا، وتم دحرها ودكها، وانفجارات ضخمة في قاعدة الوطية نفسها، مش عندنا يعني مش قريبين من سكة، لا، في قاعدة الوطية نفسها. فانظروا، الحرب شرسة وعلى قدم وساق على التحالف العربي أو على الأمن القومي العربي كله، بلاش يعني نقول التحالف بس، الأمن القومي العربي كله. ثم بعد ذلك هؤلاء الكلاب المسعورة لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقف بجانب الحق، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى. أيضا تسريبات مبارك الدويلة بتاع الكويت، وأنا هنا هقف وقفة بسيطة. أخطر إخوان حاليا في العالم العربي موجود في الكويت. الكويت، حكومة الكويت يعني أنا أقدر أقول يعني بيطبقوا الديمقراطية غلط. يعني الديمقراطية عندهم حرية في الرأي، عندهم
لكن الحرية في الرأي لا تجيز أن أنا أتآمر على بلدي أو بلاد غيري. يعني هذا تآمر على السعودية وتآمر على دول الخليج قاطبة. فالحرية ما تديكش، ما تسمح لكش أنك أنت تتآمر، قل ما تريد وانتقد كما تريد، ولكن يكون انتقاد بناء، ويريد لو أنت تنتقد مشكلة تقدم لها الحل هنا يبقى الصحيح. لكن طبعا دواليك يعني في الكويت، أنا لا أقول أنها حكومة ضعيفة أو كذا، يعني لا، إحنا نقول إن هم يعني بيستخدموا الديمقراطية غلط. أحيانا الدكتاتورية اللي هم بيسموها دكتاتورية، القوة والعقاب القوي بيكون ردء الصدع للأخطار التي قد يعني تحيط بالدولة. يعني لأن من أمن العقاب أساء الأدب. هو ده لو هو مثلا في دولة عارف إن هو هيتعاقب ويزج في السجن كانش يقدر يتكلم. وتهاون الإخوة وتهاون الكويت في عقاب هؤلاء وفي ردعهم أصبح للإخوان شعبية كبيرة في الكويت، أصبح لهم أرضية. ومبارك الدويلة ده يعني كان نائب في البرلمان الكويتي سابقا على ما أذكر، يعني فهو يتطاول على الكويت وتطاول على السعودية ويتآمر. يا ريت تتطاول بس، لا ده بيتآمر. فأنا بقول والله إن الإخوان المسلمين أو إخوان الشياطين هؤلاء ليس لهم وطن. وطبعا كان في واحد اسمه ثروة الخرباوي كان إخواني وتاب ورجع عن فكر هؤلاء وانفصل عنهم وأعلن هذا، طلع وتكلم بهذا الكلام، قال إن أخطر إخوان موجودين في الكويت حاليا. طيب أنا عايز أقول كلمة لكل عربي ولكل مسلم، لا تجد أبدا واحد بيحب بلده ويكره السعودية أو يكره مصر أو يكره الإمارات أو يكره أي دولة عربية. لكن أنا ليه بذكر السعودية ومصر بالتحديد؟ لأن السعودية هي قلب العالم الإسلامي، هي قبلة المسلمين، بلاد الحرمين الشريفين، تهم كل إنسان مسلم. أنا بل أزيدكم، وهذا من اعتقادي، أن حب السعودية هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى من الدين، من الدين، وحب الأوطان من الدين. يعني لا أقول لكم من يحب بلده يحب السعودية كما يقول بعض الناس، لا، أنا أقول لكم من يحب السعودية يحب بلده. والله هذا ليس مجاملة للمملكة العربية السعودية، ربنا يحفظها، أبدا والله حقيقة. إذا أحببت، إذا حسيت أنك أنت بتحب السعودية فأنت هيعرف أنك بتحب بلدك، لأن هي أصلا يعني بعيد عن المجاملات وبعيد عن الشعارات، السعودية بلاد كل المسلمين، فيجب أن الإنسان يحافظ عليها، يحافظ على أمنها، يحافظ على استقرارها، يحافظ على وحدتها. هذا هو. أما أنك أنت تكن الدسائس وتحاول تفتيت، لماذا؟ ما المصلحة؟ أنا أسأل أي إنسان خائن متواطئ، ما مصلحتك بأن السعودية تفكك لا قدر الله؟ ما مصلحتك أنك تكيد للسعودية وتريد الضرر بها والإيقاع بها؟ إيه مصلحتك أنك تكيد لمصر أو الإمارات؟ ما المصلحة؟ نحن نعلم أن مصلحة الإخوان أنهم ليس لهم وطن. من أهداف الإخوان في تكوينها، في رعيلها الأول أيام حسن البنا، أنها تعمل على قدم وساق لتفتيت الدول العربية وجعل الانقسامات دائما. وأنا أقول نجحوا بعضا يعني في بعض الأمور، أنا بتكلم على المستوى الشعبي ومستوى الفكري بين الشعوب، نجحوا بعض الشيء أنهم جعلوا في البيت الواحد إخواني ومش إخواني، فحصل انقسام، جعلوا بين الزوجة وزوجها إخوانية وده مش إخواني، فهم نجحوا في هذا. لكن في دول زي السعودية ومصر بالتحديد، مع أنهم كان هم الدولتين الأول إن هم السبب في انتشار الإخوان المسلمين، سبحان الله. يعني مصر نشأت هذه الجماعة في مصر، ثم لما ضيق عليهم عبد الناصر وحاربهم ذهبوا إلى السعودية، فبدأت السعودية احتضنت بحسن نية، طبعا هي لا تقصد شيء، كانوا يكذبون عليهم والنظام المصري ضيق علينا وجمال عبد الناصر ده شيوعي وجمال عبد الناصر ده كذا وكذا وإحنا ناس إسلاميين وناس كذا وناس كذا،
فاحتضنتهم المملكة العربية السعودية وبقوا مدرسين في الجامعات ومدرسين في المدارس ولكن هم خبثاء عضوا الإيد اللي اتمدت لهم وبدأوا يكونوا لوبي إخواني في السعودية وانتشروا. فلولا سبحان الله يعني لولا الله سبحانه وتعالى سخر هذه المملكة لهؤلاء الكلاب التي يعني حوتهم وآوتهم وأكرمتهم وفي النهاية ماذا فعلوا بها؟ كانوا يدسون الدساس الجماعة السرورية اللي هناك. الأمر الآخر العجيب 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 أنهم يعني الحوثيين مثلا في اليمن الموت الإسرائيلي والموت الأمريكي ويطلقون الصواريخ على مكة المكرمة شرفه الله وصلى الله على ساكنيها. ليه؟ إسرائيل هنا مش هنا، إسرائيل باتجاه الشمال الشرقي، لماذا تطلقون الصواريخ على المملكة العربية السعودية؟ لأنهم يعتقدون تحرير فلسطين تبدأ من الحرمين، يبدأ من السعودية. وأردوغان، هل تحرير إسرائيل تحرير فلسطين يبدأ من ليبيا، يبدأ من سوريا، يبدأ من العراق؟ يا قطر، تحرير فلسطين يبدأ من تخريب الدول العربية؟ يا أخي في الجولان حدش نسينها، الجولان مش محتلة؟ يا سوريين اللي رايحين تحاربوا في ليبيا، طب أنا بلاش أقول لكم روحوا فلسطين، حرروا الجولان بتاعتكم. يعني حاجة غريبة جدا. فهؤلاء يا أخواننا هم اتفضحوا على رؤوس الأشهاد، والحمد لله اتفضحوا فضيحة كبيرة جدا جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد لهؤلاء الخونة. فإحنا بصراحة محاطين من كل جانب، لكن بإذن الله معنا الله سبحانه وتعالى فنحن لها بإذن الله، ولا تقلقوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بلادنا وأن يحفظ مصر والسعودية والإمارات والبحرين وكل بلاد المسلمين الشرفاء، كل بلاد العرب الذين يقفون في ظهر دول التحالف وفي الحفاظ على أمته العربية. أمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.